مصريين جمال في كل حتة الحقيقة، يعني أتمنى كل المصريين يكونوا موجودين ويقدروا يحققوا نجاحات مختلفة، وده شيء واضح على فكرة موجود في أمريكا في دول غربية وفي دول عربية، المصريين موجودين في كل مكان بإذن الله. طيب خليني أروح لموضوع تاني، الموضوع الحقيقة موضوع إنساني وموضوع عظيم، لأنه الشخص اللي هتكلم عليه حقيقي شخص عظيم، حقيقي شخص عظيم، يعني أنا بسميه مش مجرد ناقد، هو ناقد وفنان وإنسان، أنا يعني تعاملت معاه كثيرا جدا ولي الشرف إنه هو يكون أستاذ نتعلم منه، الأستاذ العظيم يوسف شريف رزق الله. اللي هكلمكم عنه هي لافتة، لافتة عاش هنا، هذه اللافتة اللي بتقدم من خلال طبعا يعني زي ما أنتم شايفين في الصورة ده موقع اللافتة، عاش هنا لافتة يعني الحقيقة بيبقى مكتوب عليها إنه عاش في هذا المنزل وعاش من الفترة دي إلى الفترة دي، وهي تقدير قصة كبيرة، خصوصا إن اللافتة اللي كانت موجودة على منزل الناقد الكبير والإعلامي طبعا القدير الأستاذ الراحل يوسف شريف رزق الله، كانت موجودة على أمام بيته، وطبعا اللي بيقدم هذه اللافتة جهاز التنسيق الحضاري، وهي الحقيقة مشروع لطيف جدا وإنساني بشكل كبير. اللوحة على منزل الأستاذ يوسف كانت موجودة في مصر الجديدة، وبعدين احنا تواصلنا الحقيقه مع نجلو الاستاذ احمد رزق الله وعرفنا تفاصيل مختلفه، لانه الحقيقه استاذ احمد قال ان المفاجاه ان اللوحه كانت موجوده فعلا من 3 سنين، وزي ما انتم شايفين اللوحه ما فيش، اللوحه بيبقى عليها شكل نحاسي عليها الكتابه، اللوحه عباره عن ما فيهاش الشكل النحاسي ولا الكتابه، هي عباره حاجه خشب كده محطوطه كده على الحيطه، وده من 3 سنين. اللوحه اتسرقت، تخيلوا لما اللوحه تتسرق ايه اللي حصل؟ خليني اعرف تفاصيل اكتر الاستاذ احمد رزق الله. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. يعني انا ليا الشرف اني اكلم اي حد من عائله استاذ يوسف، واستاذ يوسف يعني مش بس استاذنا وزميلنا ورئيسنا، يعني فلينا الشرف ان احنا الحقيقه نتكلم عن اي حاجه تخص استاذ يوسف شريف رزق الله. كلمني على هذه الواقعه. متشكر اولا على كلام حضرتك ويسعدني ان انا اعمل المداخله دي. هو زي ما حضرتك قلتي بالظبط، هو وزاره الثقافه والجهاز القومي للتنسيق الحضاري مشكورين، كانوا من حوالي 3 سنين بعد وفاه الوالد في 2019 كانوا قاموا بادراج الوالد ضمن مشروع عاش هنا، وفعلا قاموا ب ان عملوا اللوحه اللي حضرتك عرضتيها وحطوها فعلا على المدخل بتاع العماره اللي هو عايش فيها اغلب حياته، وكانت لفته جميله. والحقيقه يعني هو مشروع زي ما حضرتك بتقولي لطيف، لكن هو فعلا هو مشروع مهم لانه بيوثق لشخصيات عظيمه فعلا طبعا اثرت في تاريخ البلد، ويمكن ناس كتير خاصه الشباب ممكن ما يبقوش عارفين عنهم، لكن بمنتهى البساطه في الجميل كمان في اللوحه ان عليها كيو ار كود، ممكن بخلال الموبايل بيودي اللي بيشوف اللوحه على بيشوف التفاصيل من هو يوسف شريف رزق الله وانجازاته وما قدمه لمجال السينما مش بس في مصر لكن كمان في العالم. بالظبط، لكن للاسف ان من حوالي 5 شهور حصل ان مش فقط اللوحه بتاعت الوالد، لكن واضح ان حصل كده تنظيم ما مشي يلم في اللوحات اللي متعلقه في كذا منطقه. طب هو ايه اللي حصل استاذ احمد؟ يعني لانه الصوره اللي عندنا الاولانيه باين ان اللوحه كانت موجوده، يعني القطعه الخشبيه موجوده، ولكن القطعه النحاسيه اللي هي بتكتب عليها هي اللي اتسرقت، يعني احنا شايفين اهو مخرجنا جابها تاني، شايفين انه تم سرقه النحاس. بالظبط، هي طبعا ليها يعني قيمه ما، وده يليق بالاسماء العظيمه دي، فهي فيها جزء نحاسي قد يكون بالنسبه لحد معدي في الشارع ممكن تبقى حاجه ممكن يعني يجنوا من وراها مبلغ ما، فبالتالي يعني هو بيسرق النحاس ده علشان يبيعه، يعني مش معقول، يعني اللوحه باينه اهي، هم سرقوا النحاس وسابوا الفريم الخشب. طب هل حضرتك بلغت التنسيق الحضاري؟ لانه واضح ان ده ممكن تكون يعني تنظيم عصابه افراد ايا كان، هل تم بلغت؟ انا بلغت فعلا، لان انا اصلا يعني حتى العماره
المقابله للاعمار اللي فيها كان عايش الوالد، هي برضو فيها كان لوحه للفنان العظيم الراحل نظيم شعراوي، وبرضو اتسرقت في نفس اليوم. وبرضو اتسرقت، يعني اذا على بعد 200 متر في العماره الشهيره بتاعت الفنانه الراحله المنتجه اسيا، وكان معروفه بعماره اسيا، وكان فيها برضو حوالي 3 لوحات اتسرقت هي كمان ما بقوش موجودين. فانا يومها يعني اتخذت الاجراءات الاولا القانونيه ان انا بلغت في الاسم، رغم ان اللوحه لا تعتبر ملكيه خاصه لكن هي في النهايه ملكيه للدوله طبعا. فبلغت من اجل ان يبقى فيها يعني. بس هو واضح ان المجموعه دي طبعا تواصلت مع الاستاذ الناقد الكبير طارق الشناوي لانه عضو في اللجنه المسؤوله عن المشروع، وبلغته في الموضوع وهو فعلا بلغ الجهاز، وطلع ان فعلا هم على علم ان في خلال الفتره اللي كان ساعتها ده كان شهر 7 ان كان في كذا لوحه اتسرقت. بس بص يا استاذ احمد، واضح ان اللوحات دي، استاذنك، واضح ان اللوحات دي في منطقه واحده، يعني حضرتك بتقولي ان العماره المقابله وفي اول الشارع، يعني واضح ان هي في منطقه مصر الجديده في الشارع ده، يعني هم يعني تولوا الشارع كله يعني. مظبوط، بس اعتقد يعني ان اتضح ان لا كمان في مناطق ثانيه على حد علمي في الزمالك، بس طبعا يعني على فكره ممدوح يعني زوجي الفنان العظيم الراحل رحمه الله عليه، احنا عندنا لوحه على البيت برضه، فانت هتخليني أأمن على اللوحه دي يعني، لانه واضح انه في اتجاه لسرقه النحاس اللي عليها ده. ده للاسف. فطبعا يعني انا من خلال حضرتك برضه يعني انا تم تبليغ الجهاز التنسيق الحضاري والاستاذ محمد ابو شهاده، ومن خلال برضه البرنامج بناشد ان برضه لو في امكانيه ان يتم عمل لوحه ثانيه، واحنا حتى مستعدين نتحمل التكلفه لو في حاجه يعني ممكن نساعد بيها، لان في النهايه هي قيمه بالنسبه لنا كعائله يوسف شريف رضي الله، لكن كمان اعتقد حاجه مهمه لتخليد يعني الحاجات الجميله، اعتقد تخليد الرموز اللي قدموا لنا. الحقيقه كل الخير، انا بوعدك استاذ احمد رزق الله نجل الناقد الكبير والاعلامي القدير يوسف شريف رزق الله، ان احنا كمان نتابع معاك الموضوع، ومش بس علشان هذه اللوحه الخاصه بالاستاذ يوسف شريف رزق الله، ولكن باقي اللوحات اللي موجوده في نفس الشارع ونفس المنطقه. واعتقد انه يعني جهاز ومشروع التنسيق الحضاري هيهتموا معاك بإذن الله تعود هذه اللوحات ويبقى في أمن وأمان، ويبقى يعني أولا أشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد رزق الله، وإن شاء الله نتابع مع حضرتك بإذن الله.